حاجة جديدة تقدم على مجلس الأمن. يبدو أنه أيضا هذا الحوار التركي الروسي الذي جاء هو المنصرم بين وزيري الخارجية لافروف وتشاوشولو لم يحسن هذه المسألة أيضا في موضوع إيصال المساعدات إلى الداخل السوري. ويبدو أيضا أنه القمة الأمريكية الروسية التي كنا نعول عليها بأن تساهم بشكل أوسع في نقاش أمريكي روسي في فتح الطريق أمام مسار جديد في التعامل مع الملف السوري، يبدو أن كل المسائل حتى الآن لا تساعدنا على الاستنتاج أو القول أنه نعم في قناعة وأسلوب وطريقة جديدة في التعامل مع هذا الملف. نعم، تأتي هذه الجولة في ظل تصعيد في إدلب بين الجيش السوري والمجموعات المدعومة من أنقرة، كيف لذلك أن يؤثر على المفاوضات ومخرجاتها؟ لا طبعا أتفق معك، يعني هذا التصعيد الأمني أيضا لا يمكن فصله عن محاولات توجيه الرسائل في اجتماعات الأستانة 16. هذا التصعيد مرتبط بمحاولة فرض مشهد سياسي من خلال تعديل النفوذ الميداني والعسكري على الأرض. الأهم من كل ذلك أنه ما يسمعه في الساعات الأخيرة من قبل النظام في أنه وفد النظام الذي ذهب إلى المشاركة في هذه الاجتماعات عنده جدول أعمال يختلف عن جدول الأعمال الذي تطرحه المعارضة السورية. المعارضة تريد التمسك بموضوع إبقاء المعابر وإدخال المساعدات، المعارضة تريد مناقشة تعزيز الطريق أمام الأدية السياسية في الملف السوري، تفعيل أعمال اللجنة الدستورية، لكن يبدو أن النظام يريد التمسك بمادة جديدة هذه المرة وهي نتائج انتخابات الرئاسة السورية، وقول لنا في هذه الاجتماعات أن بشار الأسد هو الشرعي على ضوء هذه النتائج وأنه لم يجب التعامل مع الملفات على هذا الأساس. ودكتور، هل برأيك لا زالت منصة أستانة هي المناسبة لمعالجة الأزمات في سوريا أم أنه فعلا حان الوقت لتوسيع الدائرة وإشراك جهات ودول أخرى؟ يعني لو سألتني هذا السؤال قبل مثلا اجتماع الأستانة رقم 12 أو 13 ربما لقلت لك نعم أن الأستانة ما زالت فرصة مهمة طالما أنه فيها لقاء للاعبين أساسيين يتعاملون مع الملف السوري، وأقصد هنا الدول الضامنة الثلاث كما تعرف روسيا وتركيا وإيران. لكن على ضوء الاجتماعات التي عقدت تحت سقف هذه المنصة منذ 4 سنوات وحتى الآن لم نرى هذا التقدم الحقيقي. صحيح هو ما قد يكون في إجازات في موضوع تأمين هدن عسكرية ونقاشات ملفات سياسية بطابع بنفس طويل، لكن لم نرى هذه النتائج الحاسمة والسريعة والمؤثرة تدفعنا للقول نعم أن هذه المنصة من الممكن أن تساهم فعلا خلال فترة زمنية قصيرة في حسم نقاشات الملف السوري وإيصاله إلى مرحلة جديدة. لذلك أنا مع الأسف الشخصي لا أعول كثيرا لا على الأستانة 16 الحالي ولا على نقاشات أيضا مرتبطة بهذا الشكل. ربما العودة الأمريكية الآن إلى المنطقة مع إدارة بايدن الجديدة ربما نقاش تركي أمريكي روسي طاولة ثلاثية فيها الكثير من الشفافية تساعدنا أكثر بعدها على دفع الأمور وتسريع الحلحلة في التعامل مع هذا الملف. نعم، والسؤال يعني ما هي المخرجات التي يطمح بأن يتوصل إليها أو تتوصل إليها هذه المفاوضات بالنسبة للجانب التركي؟ أظن بالنسبة لأنقرة النقطة الأساسية هي مسألة وصول المساعدة لضمانات أممية ودولية، كما تعرف الآن في عندنا لقاء مرتقب لمجلس الأمن يحسم هذه المسألة، ودائما في تلويح روسي باللجوء الى التصعيد ودعم حق النقد ايضا في اي قرار لا يعجب موسكو. هذه النقطه الاساسيه الان تطلق انقره. النقطه الثانيه اظن بغايه الاهميه انه انقره ما زالت
متمسكة بفكرة المنطقة الآمنة من شمال سوريا في اتجاه تأمين عودة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين داخل الأراضي التركية. هذه بين أولويات تركيا كما أطلع أنا من هنا من إسطنبول. الدكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معي من إسطنبول، شكرا لك على هذه المداخلة.